ده تاريخ المواجهات بين الفريقين. عندنا سؤال طرحناه في بداية الحلقة، تتوقع ما هي النتيجة للقاء المرتقب بعد ساعات قليلة ما بين الأهلي وسامبا التنزاني؟ جات لنا الحقيقة يعني مجموعة أسئلة كتيرة جدا موجودة على صفحاتنا، على صفحات التواصل الاجتماعي، على فيسبوك وتويتر وانستجرام. عايز أبدأ بفيسبوك، وعندنا طبعا الحقيقة كذا حد يعني يتوقع النتيجة اللي انت توقعتها في البداية، كابتن هاني وكابتن ماهر كمان. ناصر الكريدي بيقول ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 بإذن الله تعالى. اشرف عباس قال برضو ان شاء الله الاهلي 2-1، 2-1 للاهلي. معاك يا اهلي ان شاء الله. جمال احمد بيقول الاهلي هيفوز 2-1. بلال الطيار برضو بيقول 2-0 للأهلي إن شاء الله. ده على فيسبوك. على تويتر ندى بتقول أتوقع فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء. محمد حمادة بيقول فوز الأهلي إن شاء الله 2-0. زهدي آدم إن شاء الله فوز النادي الأهلي 2-1. يعني الحمد لله كله يعني متفائل خير، والنتيجه ان شاء الله تكون جيده للنادي الاهلي. ما بين لغايه دلوقتي ما بين 2-0 ل 2-1. كمان على انستغرام برضو توقعاتهم برضو مالت لكده. محمود احمد قال فوز الاهلي ان شاء الله 2-0. لؤي عماد قال 3-1 للاهلي ان شاء الله يا رب. خميس عبد العزيز قال ان شاء الله بواليا 1-0. كابتن محمد حشيش، انا مع التوقع الاخير 1-0 ان شاء الله. 1-0 للاهلي. توقع مين اللي هيجيب جول؟ محمد شريف. محمد شريف لو لعب يعني. توقعاتك ان محمد شريف يبدأ؟ انا نفسي بصراحه، انا نفسي يلعب ونفسي يجيب جول.